مهندس في قسم المؤتمرات، في تونس المهندس يقول له مهندس، في مصر يقول له الباش مهندس فيديو، باش يقول لك باش مهندس قد الدنيا معناها ولا صح. اما في تونس ابارامون الوضعيه ترددت ولا مش قد الدنيا بالي ابارامون. هذاك الاشكال الموجود هو اليوم بالنسبه لل 22 اكتوبر عام السنين، في الوضعيه المتردده اللي وصل لها المهندس التونسي، قررنا باش نجمع المهندسين الكل في بلاصه برك، باش نسمعوا صوتنا، باش نوضحوا، باش نقدموا المعطيات ونكشفوا الدوله على وضعيه المهندس التونسي وين وصلت، فهمتني؟ لذلك قررنا باش نعملوا يوم المهندس لو 22 اكتوبر 2016 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمه باشراف رئيس الحكومه وبضيافه وبحضور ثلة من أعضاء الحكومة، ثلة من أعضاء مجلس النواب المهندسين منهم، باش يبلغوا صوت، باش يكونوا هم صوت بتاع المهندس التونسي في تحت خطبة. ربي سامحني، قلت لي أنت ترددت وضعية المهندس، علاش؟ فما أسباب؟ نحن ملي شدينا العمادة، تو في عندنا قداش؟ من جانفي 2016 نحن. قمنا بعدة دراسات واتصالات مع ومشكورين برشا منظمات والإدارات التونسية اللي قدمت لنا المعطيات الأساسية. اليوم نحطك في الصورة بالضبط نتاع المهندس التونسي. اليوم عندنا ما يقارب 65 ألف مهندس تونسي في تونس، منهم 52 ألف مسجلين في عيمات المهندسين. نسبة الإناث فيهم 32%. نسبة الشباب اللي أقل من 40 سنة وصلت إلى 69%. معناتها نسبة باهية، فهمتني؟ دي سي 2020 مش يكون عندنا في تونس 100,000 مهندس تونسي. لكن من أقل، يظهر لي حسب ما نعرف أنا، من أقل القطاعات اللي فيهم نسبة بطالة. عندنا 4740 مهندس تونسي بطال. بالضبط، معناها يعطيك الصح. لكن مع 4740 مهندس تونسي بطال، عندنا ما يقارب 5000 إلى 6000 يشتغلون في شغل هش. مع ظروف غير قانونية. غير قانونية. معناتها كان حطوا نجم نقولوا في 10,000 مهندس، معناتها فيمون الوضعية نتاعهم سي كاتاستروفيك. اليوم حسب المعطيات اللي قمنا بها، فهمتي؟ نجيو مقارنة مع بقية الدول. نحن كيفاش نجم؟ لازم نقارنوا مع بقية الدول. فما شكون؟ مانيش باش نمشيو نقارنوا مع اوروبا، نمشيو نقارنوا مع بعض الدول العربية. اليوم شهرية المهندس التونسي، متوسط شهرية المهندس التونسي أقل 4 مرات من شهرية المهندس في المغرب. أقل دو فوا من شهرية المهندس في الأردن. تاع شهرية 2008 تاع الأردن سي دو فوا شهرية المهندس تاع 2014. ريمون الوضعية هذا على سنة 2014، تو ما نجمش نقول لك بدات السي بي. اليوم كي نحكيو على الأجر تاع المهندس بارابور قطاعات المهن الأخرى، الوا نحكيو على بعض المهن، الوا نحن المهن كلها تتكامل. الطبيب لاهي بالصحة، القضاء لاهي بالعدل، المهندس لاهي بالاستثمار وصناعة الثروة وصناعة التشغيل وصناعة كل شيء. معناتها هو التكنولوجيا، هو التقدم تاع الدول. اليوم نلقاو المهندس يخلص أقل من 55% من أجر القاضي. اليوم نلقاو المهندس يخلص أقل من 45% من أجر طبيب صحة عمومية. اليوم نلقاو المهندس يخلص أقل من 43% من أجر أستاذ جامعي. الوضعية واضحة هنا سي محمد أمين، دونك أعطيني لو 22 أكتوبر في يوم المهندس إن شاء الله في قسم المؤتمرات، من الأسباب أكيد اللي باش تحكيو عليها مع حضور زاد أعضاء مجلس النواب هما اللي باش يسمعوكم، شنو باش تكون فما أنشطة أخرى إن شاء الله في اليوم هذا؟ هو أغلبية النشاط بتاعنا مش يتركز على تقديم الأرقام. واضح، باش نكونوا واضحين. باش نقدموا الأرقام كاملة مكاشفة كاملة على الوضعية، فهمتني؟ صحيح مش يكون فما بعض المناشط الاستثنائية كما معرض الهندسي، يعني مش قد بعض الإنجازات الهندسية في تونس وخاصة من الشبان المهندسين اللي هم موجودين في الجامعات التونسية، مش يكون فما المدارس الهندسية مش يكون موجودة، فهمتني؟ مش يكون فما المؤسسات الكبرى في تونس اللي تدعم المهندس التونسي مش يكون موجودة، ومن طون فما رئيس الحكومة مش يكون موجود، فهمتني؟ مش يسمعوا له صوته. أبقي مش يكون التظاهر معند العميد بتاعنا مش يخو أبقي ساعة من زمان للمكاشفة، فقط أرقام الحلول خدمنا عليها، لكن اليوم ما نجم نحكيه على حلول إلا ما يكون المهندس ورانا ويكون نعمل أكبر تجمع باش نسمع الصوت. إن شاء الله بالتوفيق لكم سي محمد أمين، إن شاء الله باش نكونوا إن شاء الله حاضرين بحضركم احنا زاد نهار 22 أكتوبر في قسم المؤتمرات.